السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم كونيات. ما زلنا بنستكمل عجائب الذرة اللي كنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت. وكنا اتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت دخلنا جوه الذرة وقلنا إن أي جماد في الدنيا مكتب كوباية ورقة أي شيء جماد ما يعني بيكون من ذرات. وكنا قلنا الكلام ده في حلقة النانو تكنولوجي. احنا النهارده دخلنا جوه الذرة وعرفنا الذرة دي عبارة عن ايه. وقلنا ان الذرة دي عبارة عن نيوكلس او نواة. النواة دي بيدور حواليها يعني اجسام كده تحمل شحنة سالبة في مدارات. المدارات ديت بنسميها مستويات الطاقة. كل مدار بيتشبع بعدد معين من هذه الالكترونات، يعني المدار الاول اتنين، المدار الثاني اربعة وهكذا. جميل وكنا قلنا ان النواه بتتكون من كور كده جنب بعض كور تحمل شحنه موجبه بنسميها بروتونات وكور تاني بتحمل لا تحمل اي شحنه على الاطلاق بنسميها نيترون يبقى في بروتون اللي هو بيحمل شحنه موجبه وفي نيترون وعلى فكره زي ما الالكترونات بتاعت اي ذره معروفه معروف ان دي مثلا عندها 20 الكترون 30 الكترون وكلما زادت الالكترونات كلما زادت ايه مدارات الحركه او مجرات الحركه او الشيلز بتاع هذه الالكترونات. اللي هي الدوائر اللي بيتحط فيها الالكترونات وبتدور حوالين النواه. فمعروفه هي عدد هذه الالكترونات قد ايه. كمان معروف عدد البروتونات اللي هي البروتون مش بروتين لا بروتون. عدد البروتون اللي بيحمل شحنه موجبه جوه النواه يعني في النواه النواه, النواة قلناها انها بتتكون من بروتون ونيترون معروف كويس قوي انها عدد البروتونز ده او البروتونات ديت قد ايه؟ ومعروف الذره دي بتحمل شحنات آآ آآ بتحمل اجسام نيترون اللي هي لا تحمل اي شحنه النيترون الذي لا يحمل شحنه معروف قد ايه؟ معروف وبيقيسوا دايما يعني مثلا عنصر اليورانيوم إيه آس؟ لأ في رقم فوق كده اللي هو بيسموه الكتلة الذرية الأتوميك ماس يعني ايه كتلة ذرية يعني عدد هذه البروتونات ذات الشحنة الموجبة زائد عدد النيترونات التي لا تحمل أي شحنة وفي رقم تحت كده اللي هو عدد البروتونات اللي هي تحمل شحنة موجبة بيسموها الاتوميك نمبر او الرقم الذري عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي وكل ذرة في الدنيا معروفة في جدول اسمه في جداول معينة مش عايز ادخلكم في متاهات معروفة ان كل ذرة ديت مواصفاتها ايه عدد البروتونات بتاعها قد ايه عدد الكتلة الاتوميك نمبر او الاتوميك ماس الكتله الذريه بتاعتها قد ايه والرقم الذري وقلنا الكتله الذريه اللي هو عدد في النواه بتقاس بعدد البروتونات الموجبه زائد عدد النيترونات التي لا تحمل اي شحنه والرقم الذري اللي هو عدد البروتونات بس خلاص جميل جدا كل حاجه معروفه وكنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ورانا بصمته في جميع مخلوقاته قال ان انا الخالق وانا الوهاب ودي بصمتي دي صنعتي ودي انا اللي عاملها زي بالظبط ما بتروح تشتري اي حاجه من ماركه معينه تقول اه دي الماركه دي آه جايه من كذا فطبعا كلنا مصنوعين بصنعة ربنا فالمجرات الناس اللي كانت بتدعي ان الارض مش كروية وبتدعي ان مفيش نجوم وبتدعي ان مفيش ناس طلعت القمر الادعاءات دي كلها اثبتنا عن يقين ان الارض كرويه وان المجرات السماويه الشمس بيدور حواليها القمر المعتم اللي بياخد اضاءته من من الشمس وبيدور حوالين القمر آه الارض وكنا شفنا التجربه دي كلها وقلنا ان المجرات المجرات الفلكيه في, في الكون كله بالظبط شكلها شكل اصغر حاجه في الكون اللي هي الذره لان احنا قلنا ان الذره دي اصغر شيء في الكون اصغر من الفيروس اصغر من الدي ان ايه وقلنا وقلنا مقاييسهم المقاييس بتاعتهم الحلقه اللي فاتت فاصغر شيء في الدنيا يعني شفنا العجائب بتاعته زيها زي الكون الكبير الواسع اللي ما تقدرش تشوف عدده ايه ولا مساحته ايه بس هي هي نفس الفكره وقلنا دايما الذره يعني مثلا مكتب زي اللي احنا قاعدين ده بيتكون من ذرات في حاله حركه دائمه هتقول لي المكتب بيتحرك اقول لك اه المكتب بيتحرك انت بعد فتره بس هي حركه بطيئه انت ما تشوفها تشوفها مفيش حاجه في الدنيا في الدنيا دي مش بتتحرك ولكن انت حركه في حركه بتلمسها وفي حركه ما بتقدرش تلمسها بدليل ان لما بتسيب المكتب ده فتره بتلاقيه مثلا بعت شويه عمل شويه آه شكله اتغير دي ان الذرات خدت يعني وسعت بين الذرات وسع قيس على ده حاجات كتير جدا يعني قيس على ده الهواء فيه في ذرات الميه فيها ذرات كله في حاله حركه مستمره كنا وضحنا ده ال... الاسبوع اللي فات ووضحنا ان الارض لازم تكون كرويه والارض كرويه يا جماعه لان دايما انت يعني في ناس بتسال ان دايما الحاجه القريبه بالنسبه لك بتشوفها مستويه حتى لو انت قاعد على الكرة حاجة اللي قصادك مست... يعني بسيطه او قريبه منك بتشوفها مستويه انما لما تيجي تبعد نظرك قوي تشوف الحاجه زي قوس كده زي ما اكون قاعد برضو في بلاج وتشوف السحاب تشوف السحاب نازل كده كانه كرة كذلك الناس اللي شايفانا من فوق شايفانا كوره فهي هي المساله نظريه وقلنا الزمن بيختلف يعني الزمن احنا كلنا قاعدين في كره ارضيه واحده في كوكب واحد ومع ذلك تبص تلاقي مثلا في نص الكوكب دوت زمن أو ليل وفي نص الكوكب ده نهار مختلف حتى الزمن نفسه مختلف فما بالك لو طلعنا برا كوكب من فوق ورحنا عشنا في كوكب تاني اكيد الزمن هنا هيختلف عن الزمن هنا الجاذبية هنا بتختلف حتى طبيعة كمية جسمنا قلنا إنها بتختلف طبعا قلنا التفاعلات الكيميائية فرق بين التفاعلات الكيميائية والتفاعلات الذرية إن التفاعلات الكيميائية دايما في آخر مدار يعني اخر مدار من المدارات الطاقه الالكترونات هي انما بتسهم بالكترون او بتندمج مع الكترون بروابط ايونيه او روابط تساهميه مش عايزين نخش في المسائل الكيميائيه ديت انما بيفضل مكونات الذره زي ما هي عدد النيوترونات زي ما هو عدد الالكترونات زي ما هو انما بيحصل زي مثلا ذره هيدروجين متكون من جزئين الجزئين دول بيرتبطوا مع بعض بربطة تساهمية بيدينا ال H O اللي هو معروف على عنصر الهيدروجين وكذلك المية اللي بتتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين برضو نفس الشيء الأكسجين ليه ربطة واحدة الهيدروجين ليه اتنين ربطة وبعدين بيكونون التلاتة مع بعض أو الجزئين ده والجزئين الهيدروجين وجزء الأكسجين التلاتة مع بعض بيكونولنا جزيء الميه، يبقى أي نقطة من الميه دي اسمها جزيء، إنما جوه الجزيء بيتكون من ذرات عديدة كنا اتكلمنا عليها. إنما لو جينا اتكلمنا على التفاعلات الذرية هتبقى الموضوع مختلف، التفاعلات الكيميائية بتتم عن طريق آخر مدار من الإلكترونات. اللي هي اللي بتدور حوالين النواة، إنما التفاعلات الذرية بتتم في الانشطار النووي للنواة نفسها. قلنا النواة ديت ليها كتلة وليها وزن كتلة ذرية اللي هو قلنا الاتوميك ماس اللي هو عدد البروتونات زائد عدد النيترونات البروتونات الموجبة والنيترونات السالبة وتحت عدد ال ال البروتونات الموجبة بس يعني حرف يو اهو هتلاقي رقم 238 على 92 مثلا ده رقم اليورانيوم يعني اليورانيوم اوكي اللي هو الرقم اللي فوق 238 ده عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات المكونين للنواه ال 92 اللي هو رقم او عدد البروتونات الموجبه فقط جميل الانشطار النووي بيتم من خلال النواه نفسها لما بتيجي تنشطر بتدينا حاجه زيها يعني ليها نفس مواصفاتها ولكن بتختلف فقط في عدد النيوترونات تلاقي النظائر عدد النيوترونات اللي هي ملهاش شحنه بتقبى مختلفه طبعا ده بنسميه نظائر العنصر العنصر لما بينشطر النواه زي ما هنشوف في الفيلم اللي جاي باذن الله نواه بتروح منشطره لجزئين ده اسمه ايزوتوب ايزوتوب يعني نظائر هذا العنصر ونظائر هذا العنصر زي ما قلت بتشبه العنصر الاصلاني انما بتختلف عنه في عدد النيترونات. طبعا العنصر لما بينشطر بينشطر لجزئين شبه العنصر الاساسي بالظبط انما بيطلع منه ثلاثه نيترون. الثلاثه نيترون دول عشان يخبطوا كمان يعني ادي اهو يخبطوا كمان في في النظائر ديت يقوم كل نظير مطلع اتنين زيه. العمليه دي اللي هي تكوين ال تكوين النظائر بيسموها ترانس ميوتيشن يعني عنصر بيتكون نظائر انما عدد النظائر ده بيبقى ليه محدود يعني ليه محدوديه بيسموها مرحله منتصف العمر او الهاف تايم بمعنى ادي العنصر هو مثلا لو لو المرحله دي مثلا اسبوعين هتلاقي لو احنا ابتدينا مثلا ب 100 جرام يورانيوم ال 100 جرام لو هو مرحله الهاف تايم دوت اسبوعين هتلاقي ان بعد اسبوعين ال 100 جرام دول بقوا 25 جرام. وبعد اسبوعين ال 25 جرام هيبقوا النص 12 ونص كده يعني. لغاية لما ينتهوا خالص دي مرحلة منتصف العمر اللي هي عملية النظائر وفي نظائر موجودة زي الأصلي ملهاش حدود على طول عمالة تنشطر 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 ويدينا إشعاعات وإشاعة ساعات بتبقى إشعاعات ضارة جدا زي إشاعة الجامة ونظائر عدة عديدة يعني ففي نظائر ليها حاجات محدودة يعني مرحلة منتصف العمر محدودة وفي نظائر بتفضل على طول مع بعض ليها يعني اثناء الانشطار ده بتنبعث اشعة يعني أشعة دي في منها الفا في منها بيتا في منها إشاعة جاما وهنتكلم عن الأشعة دي وخطورتها إن تا ألفا دي طبعا يعني ممكن تصدها إزاي وبيتا ممكن تصدها إزاي وجاما إيه خطورتها إنما لما بيحصل انشطار بيحصل طاقة الطاقة دي بتبقى في صورة إشاعة يقول لك ده راديو ديكاي يعني انشطار مصحوب آه بإشاعة أو مصحوب بطاقة وده من خطورة التفاعلات النووية طبعا كل عنصر له مصفات على فكره في عناصر في بدون انشطار بتلاقي عنصر اصلا مشع، مجرد ما بتجيبه كده بيبقى هو مشع لوحده يعني. وطبعا في اشعه بتبقى اشعه كونيه طبيعيه بتعمل لوحدها يعني مشاكل هنتكلم عليها بعد كده باذن الله. طيب ممكن نتكلم نشوف الجزئيه دي الفيلم اللي جاي وبعد كده نرجع نتكلم مع بعض. او ده اليورانيوم او 235 على 92 235 اللي فوق ده قلنا الكتله الذريه وال92 اللي تحت ده الرقم الذري وقلنا ان هو عدد بروتينات الكتله الذريه عدد بروتينات الموجبه زائد النيوترونات اهو دوت بيحصل له ايه اهو في نيترون ادي النيترون ده بيخبط في النوادي بيدينا نظائر الكاريم والبيريوم ده نظائر الايزوتوب بتاعه العنصر الاولاني وطبعا اللي فيه نيترون اللي هو الموجب وال البروتون الموجب بتبقى نفس العدد وبعدين الاثنين دول كل واحد بيبتدي يعمل نظائر مختلفه ودي بنسميها مرحله منتصف العمر جميل جدا من اخطر انواع الاشعه اللي بتطلع اشعه جاما يعني طبعا احنا عندنا اشعه اسمها اشعه الفا وأشعة بيتا وأشعة جاما أشعة ألفا ممكن على فكرة بورقة زي دي تصدها يعني خلاص ما ما تنفس يعني أشعة ضعيفة جدا أشعة بيتا ممكن تخش الجزء مثلا من جسم الإنسان إنما ما تخترقش الأنسجة أشعة جاما ليها خطورة غير عادية إنها ممكن تخش تخترق النسيج لأن أشعة جاما دي على فكرة بيرزموا لها بواي زيرو زيرو يعني ملهاش رقم ذري ولا كتلة ذرية لا ليها بروتونات ولا ليها نيوترونات عبارة عن ضوء عبارة عن ضوء ولكن لها قدرة كبيرة جدا جدا على النفاذية انها ممكن تخش جوه الخلايا خلايا الجسم وتخش على الدي ان ايه والدي ان ايه اللي هو المادة الوراثية بتاعة الجسم كنا اتكلمنا عنها وبعدين تبتدي تكسر الدي ان ايه تعمل طبعا طفرات وتعمل سرطانات وتعمل بلاوي زرقاء لان الدي ان ايه او المادة الوراثية هي بنك المعلومات اللي بيدي جميع انحاء الجسم إنه يصنع بروتين معين ويصنع انزيم معين ويصنع هرمون معين كل ده مكتوب في الدي ان ايه فتخيل هذا البنك من المعلومات اتدمر بإشاعة معينة فيحصل لخبطة اللخبطة دي بنسميها سرطانات أو كانسر يعني أو بنسميها ميوتيشن عبارة عن طفرات ضد صفات غريبة وإذا كانت الست بريجننت حامل ممكن ينزل الطفل مشوه ودي بتحصل كتير أوي من تعرضنا لكثير من الإشاعات طبعا في آخر الحلقة هنتكلم يعني مش شرط تكون الإشاعة نوويه عشان تاثر فينا على فكره، احنا طول النهار في ال 24 ساعه بنتعرض لاشعه يعني حتى السيراميك بتاع بتاع البيوت بيطلع اشعه، اشعه الموبايل اجهزه التلفزيون اشعه بتاثر على الكروموسومات؟ اه بتاثر على الـ على الدي ان ايه وبتاثر على الكروموسومات، طب وبعدين بيحصل ايه؟ لا طبعا انا هكلمكم بعد الفيلم اللي جاي ده باذن الله آه ان عندنا جهاز طبيعي ولكن في خطوره بقى لو زادت عن حدها، ربنا عنده علم ان الانسان ممكن مخه يتطور انه يكتشف الحياه ويصدر يعني آه وهو بيطور في الحياه بيأذي نفسه، فربنا عمل لنا جهاز شفاء ذاتي جوه جسمنا هنتكلم عنه ولكن برضو هنتكلم على خطوره هذه الاشعه الغريبه، احنا هنتفرج بس على الفيلم اللي جاي ده ونشوف الاشعه دي ايه خطورتها ونتخيلها وبعد كده نكمل مع بعض الحلقه نشوف الفيلم اللي جاي ده اشعه بيتا وده اشعه جاما اهي وده اليورانيوم عنصر اليورانيوم اللي تحت ده الفا الاولاني اهو ده عندك طبعا لما بنيجي مثلا راديشن ريز اللي هو اشعه كهرومغناطيسيه بيدينا الفا جميل وهنا بيدينا بيتا ويدينا جاما، جاما دي قلنا انه عباره عن ضوء. اللي تحت ده عنصر مشع طبيعي، يعني اللي تحت ده عنصر مشع طبيعي جدا جدا من غير اي حاجه تلاقي فيه عناصر مشعه زي الكربون المشع، حاجات مشعه بتطلع اشعه طبيعيه. وده بيتا وهناك جاما اللي هو الضوء يعني. جميل جدا. اي عنصر مشع بيبقى فيه يعني يطلع لنا اما ده او اما ده او يطلع التلاته ببعض مفيش مشكله خالص يعني وده جاما اللي بيرمزوا بحرف واي وزيره فوق وزيرو تحت انه ملوش لا كتله ذريه ولا عباره عن ضوء انها عباره عن فوتونات الضوء وهنا بيوضح لنا ايه الفرق بين التلاته ان اول واحد جاب ايه ورقه 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 بيضه عاديه ورقه فإشاعة ألفا تتصدم الورقة دي ما تنفص يعني مجرد ورقة إشاعة بيتا تعدي الورقة إنما ألمونيوم تصدها يعني حتة ألمونيوم تصد إشاعة بيتا إشاعة جاما ضوء بقى يخترق أي حاجة يخترق جسمنا ويخترق ده ويخترق ده خطورة إشاعة جاما خطورة عادية يعني خطورة قوية جدا وطبعا لهم استعمالات كتير إنما اقواهم هي انبعاث اشعه جاما اللي بتخترق وبتبوظ جسم الانسان والدي ان اي اهو هنا بيقولك والله دي جسم الانسان تعال نشوف ألف ألف لغايه جلد وتقف يعني لغايه الجلد طبقه الجلد وما تنفس ممكن تعمل حرقات بسيطه بتاع اشعه بيتا ممكن تخش لغايه اللحم انما ما تنفسي لغايه جوه لغايه الاجهزه جوه اشعه جامة بتعمل ايه بقى لا بتنفذ لغايه لغايه العظم والانسجه وتخش تتلف وتبوظ الدي ان ايه وتبوظ الخلايا من جوه دي خطورتها يعني <applause> مشكله حاجه حاجه عجيبه جدا يعني اه هنا اهوت اهي او ده الانشطار النووي احنا بنتكلم دلوقتي على النواه احنا خلاص اتكلمنا المره اللي فاتت على التفاعلات الكيميائيه وقلنا بتتفاعل من المدارات الاخرانيه انما النهارده ده طبعا فيجن يعني انشطار نووي، فيوجن يعني اندماج نووي، احنا بنتكلم دلوقتي على الانشطار اللي هو الفيجن الانشطار وده عنصر اليورانيوم اللي هو العنصر اليورانيوم موجود في الطبيعه وهكلمكم في عنصر اسمه 238 ده اللي موجود في الطبيعه، انما مش ده اللي بنستخدمه في المفاعلات النووية احنا بنستخدمه بنجيب العنصر اليورانيوم 238 ونعمل له شويه حاجات كده عشان نطلع اليورانيوم 235 235 ده اللي بنستعمله في محطات الكهرباء بيدينا طبعا منشتر حاجه اسمها كريبتون وحاجه اسمها بيريام يعني يعني ده نظائر من العنصر انما هو 235 هو اللي احنا بنستخدمه لذلك احنا بنجيب ال 238 وننقيه ونعمل له عمليه اخصاب او تخصيب لغايه لما يدينا 235 وانا هقول لكم يعني ايه عمليه تخصيب دلوقتي الناس اللي بتسال عليها وده المفاعل النووي بس ده هنتكلم عليه في الاخر خالص يعني اه ده هنتكلم عليه في الاخر خالص ممكن نوقف لغايه هنا عشان هنتكلم على ده في الاخر خالص جميل جدا خلاص عرفنا يعني ايه اشعه جاما وعرفنا يعني ايه اشعه بيتا ويعني ايه عرفنا يعني ايه انشطار نووي ويعني ايه انشطار ويعني ايه اندماج نووي اه الأنوية ممكن تندمج مع بعضها اه طبعا ممكن تندمج مع بعضها بس ده موضوع مختلف وينتج عنهم طاقة اه ينتج عنهم طاقة إنما بنتكلم الأخطر اللي هو الانشطار الفشن اللي هي نواة تدينا نظائر نظائر قلنا يعني ايه يعني نفس نظير يعني أيزوتوب يعني نفس الشيء ولكن بيختلف بس إن عدد النيترونات بتقل عن الاصلي بس ليه لان لما بينشطر بيطلع ثلاثة نيترون اللي هو ملوش شحنه عشان تخبط في نواه تانية تدينا نظائر تانية واتكلمنا على الهاف تايم اللي هي منتصف ان هو عندك يورانيوم بيدينا اتنين بينقص شوية الاتنين دول بيدونا اربعة الاربعة دول بيدونا ستاشر لغاية لما ينتهي وفي عناصر بتفضل مشعة وتدينا نظار, نظار الى مدى الحياة ودي خطورة جامدة جدا الاهم من كده الناس بتسأل الله طب ما احنا انت قلت لنا ان احنا بنتعرض لاشعة مستمرة واحنا ماشيين في الارض في البيت الميكروويف ما بيطلع اشعة اشعة جامدة وبعدين انت قلت لنا ان الحاجات دي اه بتاثر على الانسجه وتاثر على الدي ان ايه قال طب ما احنا ليه ما بيجي لناش طفرات ليه ما بيجي سرطانات لا طبعا بيجي سرطانات طب والناس اللي ما جالهاش اقول لهم في الحاله الطبيعيه دي بالظبط همثلها لكم زي انسان مثلا احنا عندنا جهاز شفاء ذاتي جوه جسمنا انت عندك يعني اجسام مضاده الاجسام المضاده دي لو دخل اي ميكروب ليها قدره معينه انها تهاجم هذا الميكروب جميل انما لو جيش الميكروبات زي ما قلنا في حلقه قبل كده كان اقوى من الجيش الدفاعي اللي جوه جسمك بيحصل ايه بيظهر المرض هايل جدا برضو عندنا آه ربنا عارف ان احنا ممكن نتعرض لاشعه معينه واحد مثلا بيتعرض لاشعه الشمس او الالترفايفايلوت او اي نوع من الاشعه فتره طويله جدا وبعد كده خلاص ما هو المساله اللي هي بيريوديكلي انت بتتزامن هل بتتعرض الاشعه دي بصفه يوميه ديلي ولا مرة تعرضت وروحت خلاص وحصل ان الجهاز اللي جواك الجهاز الشفائي اللي جواك عالج نفسه وخلصت وتعبت شويتين وخلاص هي دي المسألة قد ايه المدة انها مش مجرد ما تتعرض لإشاعة الدنيا بتبوظ لا طبعا كان الناس كلها ماتت على الكرة الأرضية انما اللي بيحصل ان عندك انزيمات متخصصة بمعنى ان الدي ان ايه اللي هو مسؤول عن يعني بروتينات السكر الانسولين ده عباره عن بروتين زي ما قلنا والبروتينات اللي بتعمل الوظائف الكبيره في كل جسمنا هذا الدي ان ايه اتقطع من حته فتلاقي من القواعد النيتروجينيه معينه فتلاقي انزيمات معينه متخصصه في هذا القطع بتروح جاريه مصلحه الدنيا دي اه ده عايز سيامين على جوانين على طبعا اللي انا بقوله ده اللي هو القواعد النيتروجينيه بفكركم فيها ان القواعد النيتروجينيه اللي سبب حياتنا كلها هم أربعة ادينين جوانين سيامين سيتوزين الأربعة دول بيكونوا شفرات معينة اللي هي بتكون لنا الجينات فتلاقي الإشاعة دخلت الدي ان ايه طيرت مثلا قاعدة معينة جين معين بيخلق بروتين معين فالدنيا خربت الدنيا تتساب كده لا بيجي انزيم معين متخصص ده يروح جايب الأدينين مع السيتوزين بنفس الترتيب يروح حاطه نفرض جزء من الدي ان اي اتقطع فيروح جايب واحد من تحت راح كده لحمه عطل تاني في الدي ان ايه مثلا انت عارف هو بيبقى هيليكس يعني مدور عمود منه اتدمر فتلاقي برضو انزيمات تانية راح تعمل ده انما لو كانت الاشاعه دي انت بتتعرض عليها بصفه يوميه لقى الدي ان ايه هيتدمر طب ولما يتدمر هيحصل لك طفره ميوتيشن ولما يحصل لك طفرة هتعاني من كل أنواع السرطانات والإنسان يموت جميل إنما دايما أنا بنصح الناس حتى اللي يقول لك النهارده الميه اللي بنشربها اقول له اه يا عم اشرب ميه زي ما انت عايز ملوثه ولكن كل يوم مثلا او يومين اشرب ميه نظيفه. اكلت اجبرتك الحياه انك تاكل اكل مش عارف ايه لا بس كده ركز وكل اكل نظيف ما تاكلوش كل يوم هي المساله بطبيعه شغلك بتتعرض لاشاعات زي الكاميرات اللي احنا بنشوفها او الناس اللي بتمثل وتتعرض للالترا فايلوت خلاص اول ما تخرج يبقى جسمك بيستعيد نشاطه تاني وجهاز الشفاء الذاتي بيبتدي يعدل هذا النشاط ويبتدي يرجع الدي ان ايه بحالته الطبيعيه فانا بقول لك دايما ما تتعرضش بصفة يومية حط أنا اتعرضت النهاردة بتروح لا خلاص الدنيا لو وعدت يومين إنما لو طبيعة شغلك بقى بتتعرض لنفايات مشعة زي ما هنقول وبتتعرض لأشعة بصفة يومية لا طبعا هيظهر الأمراض اللي احنا بنقول عليها وربنا يحمينا ويحميكم طيب قبل ما نطلع فاصل أحب أشوف الفيلم اللي جاي ده أشوف الدي إن إيه بيتصلح ازاي ويتعمل عشان نبقى متخيلين الدنيا ماشيه ازاي. جميل قوي هنا بقى القواعد النيتروجينيه اهي الادينين والسيتوزين القواعد اللي بتكون الجينات اي كل اثنين ده سيتوزين وده ادينين وده كده اي جميل قوي حاجه منهم باظت فتلاقي طبعا على طول بتتبدل بنفس الترتيب لان كل ترتيب ادي عندك اهي بيمثل لنا في الفيلم الجرافيك الجميل اللذيذ ده اه مجموعه الانزيمات. فمجموعه الانزيمات قالت يا نهار ابيض ده الدي ان ايه حصل له مشكله والسكر هنا ما تكونش والدنيا خربت فتروح جاريه مجموعه الانزيمات اهي تك 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 مرتبه الدنيا لانها مجموعه الانزيمات دي متخصصه للجزء ده عندك الادينين والسيامين والسيتوزين اهي لازم تتحط بطريقه معينه هو عنده الشفره الانزيم ده عنده الشفره لما يحصل العطل ده جميل طب لو حصل عطل تاني شوفونا هنا بيرتب ازاي الموضوع انزيم عفريت يعني اه بتيجي انزيمات تانية بتعمل تشيك بقى كل ده تمام واحد اتعرض لالترا اشعة فوق بنفسجية طب عملت ايه الاشعة فوق بنفسجية دي بتحصل مشكلة على فكرة جميع الممثلين اللي بيمثلوا في المسارح فدايما المخرجين يقول لك يجيبوا الالترا فايلوت لندا زرقاء كده اهي بيحصل له ايه بيحصل له عطب فيجي الانزيمات تروح شايله الجزء ده ايوه تك 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 مركبه حاجه تانية بسرعه يعني مساله ربانيه مساله ربانيه طب حصل برضو قطع ولحم طب هنعمل ايه لا كده مش هينفع فناخد جزء من تحت بص بالظبط حاجه غريبه جدا ونلحمه هنا بسرعه وبعد كده نبتدي نصلح احنا على يعني نصلح الموضوع على مهلنا ده برضو انزيم مختلف يعني لو حصل قطع ولا حاجة يعني كل عطل في الدين إن إيه بيحصل له يعني خلية آه طبعا بيحصلها بلاوي مش آه شال القطع ده وهتلاقي يا جماعة واحد تاني يبتدي يشوف الموضوع يبتدي يلحم يبتدي يصنع هو الانزيمات تبتدي تصنع هي المسألة وتلحم وعايز يبين لك الصورة هنا لأن طبعا احنا مش هنقدر ندخل كاميرا جوه جوه الخلية ونشوف الموضوع ده فهي يعني الحمد لله الجماعة جماعة بتوع الجرافيك لما بنشرح لهم على حاجة زي كده بيبتدوا يتخيلوا ويبتدوا يعملوا لنا حاجة ااا يعملوا لنا حاجة تقرب لنا الوضع يعني فهي دي المسألة وهي دي خردة احنا طبعا قلنا خلاص عرفنا يعني ايه انشطار نووي وكنا قبلها عرفنا يعني ايه تفاعلات كيميائية وعرفنا يعني ايه نو لما يحصل تفاعلات كيميائية تبقى الذره زي ما هي انما لما يحصل انشطار نووي شطار يعني ايه يعني بيدينا نظائر عرفنا يعني ايه نظائر جميل النظائر ان هو بيدينا حاجه زي الذره الاولانيه ولكن عدد نيوتروناتها اقل والنظائر دي هل بيدينا نظائر العنصر ده بيدينا نظائر على طول لا طبعا ليه مرحله اسمها الهاف تايم يعني نص بيدينا اسبوعين ثلاثه اربعه وينتهي وفي نظائر بتبقى مشعه وبتدينا مدى الحياه اشعاعات في منها المضر وفي منها اللي بنقدر نستحمله المضر اللي هو اشعه الجامن اللي شفنا بيسبب الخطوره قد ايه طبعا انا بقول لكم ان في انزيمات انما نفرض ان في حد اتعرض او عنده الدي ان ايه اصلا تعبان مشكله وعنده جزء في الخليه سيتولوجي على فكره علم السيتولوجي برضو مش واخد حقه في الطب وتحليلاته غاليه جدا انما نفرض واحد اتعرض لمجموعه من التش... الحاجات دي كلها طبعا هتظهر عنده امراض وتظهر حاجات كتير جدا ويبتدي هنا يعرضوا ي... يعالجوا العرض مش الاصل انما هو لو عالجه الاصل اللي هو الدي ان ايه والقواعد النيتروجينيه والامينو أسد والحاجات دي كلها في حاجات كتير قوي هتتحل لان هي جميع مشاكلنا كلها في الخليه انما لما تروح لدكتور بيتيجي يقول لك انت عندك ايه طبعا هديك أنتيبيوتك هديك كذا بيعالج العرض انما لو جينا فكرنا ان كل مشاكلنا كلها من الخليه الصغيره وكل مشاكل الكون من الذره الصغيره هي سر الحياه وسر جسمك هو الخليه يعني زي سر جسمك وسر امراضها وصحتك هو الخليه كل مكتوب في الخليه انما آه لازم نفكر فيها ونفكر في جزئيه ونفكر في الفانكشن دي عشان حتى احنا يبقى عندنا جهاز نساعد الجهاز الذاتي او العلاج الذاتي جوه جسمنا فاصل صغير وارجع لكم تاني نبتدي نكمل حديثنا السلام عليكم عدنا لكم من جديد أه طبعا اتكلمنا قبل الحلقه بقى وشفنا الدنيا فيها ايه وشفنا اعراض الـ 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 الاشعه الريس اللي جايه من انشطار النووي وقلنا ان الاشعه دي ممكن تيجي من اي حاجه يعني مش شرط نووي بس انما الـ الـ بتيجي من اي حاجه اللي ربنا خلقها اذا كان رخام اذا كان مواد اذا كان شمس اذا كان ده فربنا مدينا الجهاز الشفاء الذاتي اللي يعوضه انما لما انت بقى يا انسان تصنع مرض بايدك انت برضو لما بتيجي بتساهم في رفاهيتك بتدفع ضريبه بس بتدفعها منين بتدفعها من دمك ومن اعصابك ومن عمرك ومن حاجه كتير جدا فهو اكتشف عنصر اليورانيوم 238 اللي اصلا موجود في الطبيعه في القشره الارضيه بيشكل تقريبا 9% من حوالي او 9 من 10 مش متذكر من قشره موجود طبيعي اللي هو عنصر اليورانيوم 238 انما مش هو ده اللي بيتصنع في المفاعل النووي او بنستغله ما هو المفاعل النووي ده ممكن نستغله على فكره في انتاج الكهرباء زي ما هنشوف في الفيلم الجاي وممكن نستغله في المفاعل النووي في الحرب طب ايه الفرق يا عم خالد ايه الفرق بين ده وده قال لك تخصيب اليورانيوم يعني ايه تخصيب واحد يقول لك تخصيب يعني نجيب يورانيوم مذكر نجوزه مع مؤنث هو ده التخصيب لا خالص بعيد عن الموضوع ده تقسيم اليورانيوم بمعنى تنقيه اليورانيوم بمعنى انت اليورانيوم اللي عندك 238 انما جواه 235 فانت بتنقيه ال 235 ده قال الله يعني انا ممكن اجيب ال 235 واعمل منه مفاعل نووي طب ما احنا عندنا في الضبعه مفاعل نووي اقول له لا يا حبيبي <applause> انت ماضي على معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه الله يعني احنا طب ما احنا عندنا اسلحه نوويه اقول له لا <applause> انا اسف جدا عمليه التخصيب هنا المسموح لك بيها انك تخصب اليورانيوم او يجي لك مخصب بنسبه 3.5% 3.5% تحصل على يورانيوم 235 اللي قلنا يو 235 اللي هو ايه الكتله الذريه اللي هو عدد البروتونات بعيدها تاني زاد عدد النيوترونات وتحت 92 طبعا هي 200 200 238 او 235 92 لتحت ثابته اللي هو عدد النيترونات اللي بيختلف في النظائر هو عدد ال... ال... عدد تحت عدد البروتونات الموجبه اللي بيختلف في النظائر هو عدد النيترونات اللي ملهاش شحنه فجميل فالرقم اللي تحت ثابت ال 238 موجود في الطبيعه انما مش هو ده اللي بيستعمل الفاعل النووي اللي مستعمل ايه ان انا اخصبه اخصبه يعني ايه يعني اعمل له ترانس يعني اطلع له نظائر طب النظائر دي بتختلف اقول له لا مش نظاره هي تنقيه عشان اطلع عنصر اليورانيوم 235 يعني عمليه تنقيه اللي انا بستعمله في انتاج الكهرباء هو عنصر 235 ويطلع لي حاجه اسمها 308 308 العنصر ده اللي بيتعمل حاجات معينه اللي بتستعمل في الكهرباء انما لو انا خصبته 20% ده مسموح لك في الابحاث الذريه ومش مسموح لك انك تعمل ابحاث ذريه بعناصر تجيلك عينات كده وتبقى تحت كنترول لان هم خمس ست دول اللي في العالم اللي مسموح لها انهم يخصبوا. انما العنصر اللي بيستعمل في الاسلحه النوويه ده متخصب يعني يورانيوم 235 بنسبه 90 و 99%. طالع نقي جدا ده اللي انا بقدر استعمله في الاسلحه النوويه اللي بيديني اشعه جامده جدا. وطبعا هي ليها خطوره غير عاديه. ايه خطورتها؟ ان انت ممكن تعمل مثلا لانتاج طاقه يعني تعمل انتاج كهرباء زي الفل اهو بنعمل كهرباء لان عندك البنزين عندك البترول وعندك الغاز الطبيعي 70 80 مئة سنه وهينتهي كل ده مفيش خلاص يعني مش هيبقى عندك ده فانت عايز حاجات بديله ده العلم بيقول كده انما ممكن ربنا يجيب لنا حاجات تانية نكتشف حاجات تانية طبيعيه طاقه شمس طاقه ضوء اي حاجه من الطاقات ديت نكتشفها انما زي ما حصل في تشيرنوبل سنه 86 تقريبا المفاعل لما انفجر طبعا طلع أشعة غير عادية بوظت الدنيا وقتلت ناس وقتلت يعني خربت الدنيا فهي هي هي المسألة كده لذلك قالك مش كل من هب ودب هنسمح له بأنه يصنع مفاعل نووي لأن المفاعل النووي على فكرة مش بيضرك أنت لا ده بيضر جميع القارة اللي حواليك وممكن يضر العالم وتبقى يعني مسألة غريبة شوية طب احنا عشان وقتنا ده احنا بس نتخيل كده يعني ايه مفاعل بيستعمل في الطاقة السلمية لإنتاج كهرباء نشوف الفيلم اللي جاي ده ونشوفه بيستعمل في الطاقه السلميه ازاي واحنا خلاص عرفنا وبعد كده يا جماعه ده مفاعل لانتاج الكهرباء جميل هو عباره عن ايه هنا ده مفاعل جوه اهوت اه بيبقى جواه حاجات اللي بتحط فيها اليورانيوم معمول طبعا بطريقه معينه عشان ما يتسربش النفايات بتاعته جميل وده برج بتاع ميه تبريد وده شكل المفاعل عموما يعني اللي بينتج ده للانتاج السلمي. انتاج سلمي عشان ننتج منه كهرباء وقلنا ان احنا بنجيب اليورانيوم 235 المخصب. هو ده عندنا ده, ده الجزء بقى المهم قوي. الجزء المهم ده الجزء ده اللي طالع منه حاجات دي اللي فيه مسامير ده الجزء اللي فيه اليورانيوم. طبعا بعد كده ما بنعمله 235 بنعمله على هيئه كور صغيره او مستطيلات صغيره بنحطها في العواميد اللي جوه دي بنحطها مرصوصه للعواميد هذا العمود اهو طوله حوالي 12 قدم لما بنفتحه اهو بنفتحه اهو جوه نلاقي فيه حاجات زي الفحم او المكعبات صغيره كده ده اسمه طبعا الفا رود ده اللي بينتج ايه الطاقه اهي الحاجات دي كلها عباره بص اهي حاجات صغيره ده اليورانيوم اللي جواه اليورانيوم 235 جميل جدا عباره عن باليت كده قذيفه كده يعني قذيفه، قذيفه كده بيتحط كده وده اللي بيطلع الطاقة، الطاقة دي بيعمل إيه؟ لما بيحصل طبعًا التأين اللي إحنا قلنا عليه أو الإنشطار اللي إحنا قلنا عليه بينتج إيه؟ بينتج عنه اه تسخين مياه. بيبقى في هنا طبعًا بناخد مياه أنهار أو مياه أبحار بحار أو يكون عندنا أي مياه من نوع بيشغل المياه، المياه دي بتطلع بخار هذا البخار بيشغل توربي توربينات التوربونات ديت بتروح مشغله جنريتور او مولد، المولد ده هو اللي مسؤول عن الكهرباء او عامل الكهرباء، اهو بص هنا طبعا بيدينا هنا التكثيف نفسه طبعا هو جاب لنا واحد بس اهو ده تسخين بقى يعني بياخد الطاقة من هنا يبتدي تسخين المية بتلف تلف حاليا الماء بتسخن تسخن جامد يقوم بتطلع الماء بتطلع بخار البخار ده بيخش بقوه جامده جدا 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 على توربينات تقوم التوربين ده مشغل جنريتور وبوريك كل جزئيه طبعا كل جزئيه من ديت يعني مولد في شرحها ومولد في بس احنا بناخدها بص هنا الميه والبخار اهي تسخين ادي البخار اهو طالع طبعا بخار احنا هنا بسيط انما بخار بيبقى قوي جدا 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 لانها طبعا النار هنا 250 فهرنهايت 520 درجه فهرنهايت يعني 520 درجه تخيل بقى كميه البخار بتبقى قد ايه وبعدين بتخش هنا على التربونات وبعدين اهي تشغل التوربين التوربين ده بيشغل جنريتور مولد المولد ده بيعمل حاجات كهربائيه وبعد ما بيعمل كهربائيه البخار ده بيرجع تاني يتبرد في مبرد يتبرد وبعد كده يعيد حاجته تاني. طيب السؤال هنا هل انا ممكن اوقف المفاعل ده ان انا مش عايز توليد كهرباء؟ اه طبعا. العواميد دي انا بعمل فيها كنترول ان انا اوقف خلاص ما تتأينيش تاني او ما تطلعيش بخار بقدر اتحكم في الانشطار بتاع اليوناريوم والطاقه اللي طالعه منه بقدر اتحكم فيها كويس جدا، يعني حبيت اوقف الكهرباء اوقفها. عايز كميه طاقه معينه خدت كميه حبيت اشغل المفاعل اوكي طبعا بيحصل غلطات بينفجر الحاجات دي كلها في اقل طبعا الغلطه فيها فوره يعني ولما بتنفجر بيجي بقى اشعاعات غير عاديه وبلاوي و... زي, زي ما قلنا لما حصل في تشيرنوبيل سنه 86 بلاوي زرق جميل قوي طبعا احنا كده فهمنا ايه الطاقه فهمنا ايه هو اليورانيوم يعني ايه تخصيبه يعني إيه الحاجات دي كلها طب ايه فايدة الحاجات دي كلها في الزراعة؟ يعني هتسالني طيب يعني احنا عرفناها في استفادة الطاقة النووية في مجال الصناعة. انما هل ليها مجال في الزراعة؟ اه بيستخدموها في الزراعة، بيستخدموها في حفظ الأغذية. ازاي حفظ الأغذية دي؟ قال لك طبعا الأغذية دي فيها ميكروبات وفيها حاجات ان انا بحرضها لإشعة معينة بتموت كل الميكروبات دي كلها وتديني الأكل صالح تمام زي الفل. وده مش خطر يا دكتور؟ اه خطر طبعا. خطر ان انت مسموح لك بنسبة معينة من الأشعة بتتقاس بالميلي سيفت، حاجة كده يعني. مش متأكد منها يعني ملي سيفت يعني. بتتقاس ليها نسبة معينة، لو النسبة دي تعدد الحدود المسموح بها كارثة طبعًا، سرطانات جسم مشع داخل الجسم لأن أنت في الأصل أصلًا جسمك مشع. يعني أنت أنت أصلًا جسمك مشع، فتخيل الجسم الإشعاعات دي أنت خدتها عن طريق الأكل أو الأكل زادت فيه النسبة دي. لذلك الجماعة بتوع الطاقة الذرية عندنا لما بيروح يستقبلوا حاجات بيقيسوا كمية الأغذية اللي جاية هل هل فيها النسبة المسموح بيها ولا آه في النسبة عدت وطبعا لو حصل تسريبات ودخلت أغذية معدية النسب المسموح بيها لا طبعا عد بقى سرطانات فشل كلى ومش فشل موت وملوش علاج يعني ملوش علاج يعني, يعني عشان نطمن لو جسمه مشع زادت عن النسبة جوه جسمك مش هتعرف تتخلص منه لسه ما عرفناش القصه دي كلها. بساعات بيستخدموه بقى في علاج الغده الدرقيه. بيجي مثلا يدخلوا يود مشع عند الغده الدرقيه وفي جهاز معينه بيحسبوها او مثلا لو واحد عنده حاجه زي بيدخلوا جسمه مشع ويبتدي يستقبلوا الاشاعة دي على جهاز ويشوف الدنيا فيها ايه انما ما بيفتتوش بيها حاجه. الكربون 14 المشع بيستخدموه جماعه بتوع الحفريات بانهم بيقيسوا عمر الحفريه دي قد ايه؟ في كربون مشع ممكن لغايه 40 ألف سنه، في بيستخدموا اليورانيوم اللي هو 238 الخام، في حاجات طبعا بتعدي العمر بمراحل. فليه استخدامات عديده. واستخداماته مفيده ان انا بدي يعني بدي حاجات دقيقه جدا، انا عارف الهاف تايم اللي اللي بتاع العنصر ده. جميل قوي، وفي عناصر تانية بتبقى مشابهه لهذا العنصر. فأنا بقارن الله العنصر ده يعني خلص بعد قد ايه؟ بروح مقيد اه طب النموذج عندي قد ايه؟ يبقى ده مثلا عمره كذا او ده كذا او ساعات بيبقى فيه العظم بيعملوه بعناصر مشعه او بيشوفوا النواتج المشعه ليه وليه استخدامات كتير جدا لو نبقى نعرضها في حلقه لانها يعني بحاول الخص لكم المتلخص يعني. ده ليه استخداماته كبير جدا، طبعا استخداماته في الطاقه في الطاقه النوويه او طاقه الحرب حدث ولا حرج ليه حدث ولا حرج ان انا بستخدم يعني بخصه باليونانيوم بنسبه في المية بيديني سلاح نووي سلاح نووي ده انا لو جربته في اي حته وغير قابل للتجارب مش هيأذيني انا لا ده يعني هيأذي العالم كله لان الاشعاعات بتنتقل من مكان لمكان واحنا شفنا طبعا على مر التاريخ الحروب الذريه حصل فيها ايه المشكله مش في دوت لان هو مساله ردع مش اكتر عندي نعم سلاح نووي علي وعلى اعدائي بيستخدمها دول كبرى انما ما تقدرش تستخدمها زي اسرائيل مثلا لانها لو استخدمتها او اكتر ناس هتتاذي هي يعني. يعني بتتكلم في ايه يعني اكتر ناس هتموت هي انما المساله مش في كده المساله في نفايات المفاعل النووي النفايات دي على فكره المستشفيات لها نفايات مشعه انما عمرها قصير ومش منتشر يعني النفايات اللي بتطلع ليها عناصر مشعه فمش مضره قوي. النفايات المشعه في قلب المفاعل النووي هي دي الخطيره. اللي بتبقى نطاقها واسع جدا وعمرها كبير جدا. فهتدفنها فين؟ فبتروح تدفنها في مكان تاني بيأذيك لا بتعرف تزرع فيه ولا بتعمل فيه ويبتدي يضرك على مر السنين وانت مش عارف ونفاياتها لغايه دلوقتي الناس مش عارفه اه يعني مش عارفه تعمل ايه. يعني هم اخترعوا اختراع وفي الاخر ضرهم مش عارف يتخلصوا من النفايات ويتعاقدوا مع دول ان احنا والله يا جماعه دول ضعيفه محتاجين فلوس عايزين ننفع عندكم ال... النفايات دي او نتحايل على الموضوع وهم مش مدركين او مدركين وبيستعبطوا ان النفايات دي مؤذيه جدا لان هو على فكره لما بتأذي دوله في الغذاء انت ما بتتحسبش الدوله دي عندها نقص غذاء انت بتحسب الكره الارضيه فيها ايه فانت بتأذي دوله كميه الغذاء بتقل كميه العماله بتقل يعني بتسمع على بقيه الدول يعني وشكرا جزيلا واشوفكوا الحلقه الجايه